مشاركة فيناف كتجي على هامش الدورة الثالثة لمنتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة، وتتمثل في رواق يمثل حياة البدو وكل ما يتعلق بالموروث الثقافي اللامادي للبدو. كما تعلمون أن المؤسسة موكلها وطنية للحفاظ على الموروث الثقافي اللامادي للبدو، كذلك الشق المتعلق بالصناعة التقليدية. كما ترون الصناعة التقليدية فيها المواد صناعة يدوية، المنتوجات الجلدية، النقرة، كذلك الصناعة التقليدية بالنسبة للملاحف، الدرارع، وكذلك النسيج بالنسبة للخيام. النسيج ديالها كيجي بناء من الصوف، كما كتشوفوا هادو خيمه صحراويه، الصوف، كاين كذلك الحصير اللي هما اما كيكونوا ديال الدوم، اما كيكونوا ديال الجلد. كذلك اللباس التقليدي اللي الدراعه بالنسبه للرجال، الملحفه، كاين الملحفه على الانواع، كاين الملحفه التقليديه اللي ما يسمى بالشبكه، كاين الملحفه الثانيه اللي فيها مجموعه من الانواع. كاين بالنسبه للمكونات ديال الجلسه ديال الشاي، المجمر، طبله اتاي، البراد، مقراج ديال النحاس، فيها يعني ثلاث مراحل. يعني عندنا المرحله القديمه كانوا الادوات ديال الشاي ديال النحاس. جولة حول الأقاليم الجنوبية، مجموعة من المشاريع التي أنجزت، منها خصوصا المشاريع ذات طابع سوسيو اقتصادي وجمعيات المجتمع المدني. كذلك رواق يشمل كل من هو عبارة عن رحلة عبر الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. هناك الشق المتعلق بالشاي، جلسة الشاي، كذلك الزي التقليدي، الخيمة ومكوناتها بما يخص الرحى، الشكوى، كل ما يتعلق بالخيمة الصحراوية، كذلك أدوات الزينة بالنسبة للمرأة، الحيلي، الضفرة، الخرز، كذلك فرقة يعني جلسة موسيقية، الفرقة حسانية، كذلك الشق المتعلق بالمخطوطات التي تؤرخ لتاريخ الصحراء